للإبداع أكثر من وجه وللتألق أكثر من عنوان، إبداعات تتجاوز المواهب لتبرهن على ملكات الشباب، وطموح لا سقف له. فعلى مدار أكثر من 5 أشهر تنافس أكثر من 2800 مشارك في مسابقة الأندية للإبداع الشبابي في نسختها الأولى 2013-2014، وذلك في إطار حرص وزارة الشؤون الرياضية على تحقيق التواصل الفعال والحوار الإبداعي مع الشباب لتنمية قدراتهم واستثمار طاقاتهم الإبداعية لتفعيل دور الأندية في المجالات الثقافية والاجتماعية والشبابية المختلفة. مسابقة الأندية للإبداع الشبابي عملت على إظهار قدرات الشباب الإبداعية في عدة مجالات، وهي المسرح والشعر والتصوير الضوئي والمسابقة الثقافية والفن التشكيلي والقصة القصيرة والشطرنج والبحوث العلمية والأدبية وتصميم المواقع الإلكترونية والتصميم الرقمي. حيث أتت مسابقة الأندية للإبداع الشبابي لتعيد التوازن للساحة الإبداعية في السلطنة بشكل عام وفي الأندية على وجه الخصوص، إيماناً من القائمين على هذه المسابقة بأهمية بناء شخصية الفرد بصورة متكاملة في مختلف الجوانب الرياضية والثقافية والاجتماعية، قادرة على المساهمة بشكل فعال في بناء هذا الوطن. مسابقة الأندية للإبداع الشبابي نفذت على 3 مراحل، بدءاً بالمرحلة الأولى والتي كانت على مستوى الأندية، اشتملت جميع المجالات عدا المسرح الذي دشن في المرحلة الثانية والتي كانت على مستوى المحافظات، واشتملت 4 مجالات وهي الشعر والشطرنج والمسابقة الثقافية بالإضافة إلى المسرح. أما المرحلة الثالثة فكانت على مستوى السلطنة وشملت جميع المجالات ونفذت في محافظة مسقط. وكانت وزارة الشؤون الرياضية قد سبقت انطلاق المسابقة بتنفيذ العديد من ورش العمل للقائمين على المسابقة في الأندية واللجان الشبابية على حد سواء. بعد آخر سعت مسابقة الأندية للإبداع الشبابي إلى تعزيزه، وهو ربط هذه المسابقة بمسابقة كأس حضرة صاحب الجلالة للشباب بتضمينها عناصر التقييم لضمان مشاركة أوسع من قبل الأندية التي كانت الداعم الرئيسي لنجاح المسابقة. 2817 مشاركا بمسابقة الأندية للإبداع الشبابي في نسختها الأولى، حيث سجلت محافظة جنوب الشرقية أعلى نسبة مشاركة في مختلف مجالات المسابقة ب 536 مشاركا، تلتها محافظة ظفار بعدد 497 مشارك، فيما سجل أعلى عدد للمشاركين في مجال المسابقة الثقافية وبلغ عددهم 472 مشارك، تلاها مجال التصوير الضوئي ب409 مشاركين، ثم مجال المسرح ب353 مشارك. التفاعل والإثارة كانت عناوين لامعة في سماء النسخة الأولى من مسابقة الأندية للإبداع الشبابي، والتي كان هدفها الرئيسي الشباب وتنمية قدراتهم الإبداعية.